لا تجد وليا من أولياء الله الصالحين يقول لك أنا ولي. لو قال لك أنا ولي تعرف أنه مش ولي، قال لك أنا تقي تعرف أنه مش تقي. عمر بن الخطاب قال كده: من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا مخلص فهو مرائي. عباد الله الصالحين الأتقياء الأخفياء، لما حد يقول له أنت مخلص يقول أنا، هي أشكالي كده تنفع تخلص؟